أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أرحب بالحضور الكريم في المنتدى الأول للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نشكركم على تلبية هذه الدعوة والحضور الكريم وأرى أغلب الوجوه التي متواجدة شبابياً وعما وهو دعماً لأهداف الصندوق في الصفحة التعريفية للصندوق نرى بأن أهداف هذا الصندوق أنشئت لدعم الشباب ومحاربة البطالة بشكل صحيح وإعطاء البديل لجميع الشباب الكويتي في العمل في السوق الحر فأتى هذا الحضور متماشياً مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق في سنة 2014 شهر 4 2013 عفوا شهر 4 الذي أتى بمرسوم ومن بعد ذلك فصل هذا المرسوم دور الصندوق يأتي في دعم المشروعات الصغيرة إلى 80% لن أسهب في شرح الصندوق وأهدافه لأن هناك فيديو وثائقي يعطي ما هي الأهداف من إنشاء الصندوق ما هي الأسباب التي وجد من أجلها الصندوق وأين الاستمرارية المستقبلية لمثل هذا الصندوق في الكويت بداية كان تحقيق طموحات الشباب أقرب إلى الأمنية وبجهود صادقة يملأها الأمل أصبح تحقيقها واقعا وحقيقة لتنطلق الخطوات نحو ريادة الأعمال إن تعزيز قدرة ريادة الأعمال وتأسيس بنية تحتية لنمو الاقتصاد الوطني يتطلب بناء منظومة متكاملة تحفز على الإبداع والريادة ومن أجل ذلك تم إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون رقم 98 لسنة 2013 على أساس بدينا احنا نكون الرؤية والرسالة للصندوق اللي كانت أهدافها تتكون من ثلاث شغلات مهمة بالنسبة للكويت الشغلة الأولى قلنا نبي نحقق أن نزيد عدد الوظائف المتوفرة حق الكويتيين رقم اثنين أن نبي احنا نحسن بيئة العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها بيئة تعتبر كانت صعبة والشغلة الثالثة أن احنا نبي نزيد مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الكويتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على تحفيز العمل الحر وتنمية مهارات المبادرين وتساهم في توليد فرص العمل وتحقيق إسهامات هامة لنشاطات قطاعات الأعمال
فتم الاستعانة في خبراء كويتيين وخبراء دوليين، وبالتعاون مع البنك الدولي قمنا وقلنا الحين بنسوي استراتيجية حق الصندوق حسب أفضل الممارسات والمعايير العالمية. نستقبل المبادر فكرته من البداية وندخله في الحاضنة في برنامج يوصل إلى 3 سنوات حسب القانون الصندوق. بناء على الاستراتيجية تحددت 4 مراكز اللي هو القطاع الصناعي والقطاع التكنولوجي والاتصالات وقطاع اللي هو الإبداعي اللي هو كرياتيف، ومن ضمنه اللي هو الإعلام والتصوير، وخلينا قطاع رابع أو هب رابع أو مركز رابع للقطاعات أو المجالات الأخرى اللي احنا سميناه جنرك. أحد الأهداف الرئيسية عندنا أن احنا نشارك القطاع الخاص في تنمية هذا القطاع اللي هو الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم الصندوق الوطني بتوفير مختلف أشكال الدعم، فالمبادر يحتاج الدعم المالي، كما أنه يحتاج أيضا إلى الدعم الفني والاستشاري والتدريبي ومساعدته على تطوير أفكاره. كذلك عندنا دور مهم توعية المجتمع بثقافة ريادة الأعمال والتعامل مع النجاح، وأيضا أهم من هذا أحيان كثيرة التعامل مع الفشل، وأن الواحد يتعلم من غلطته ويستفيد منها ويجرب مرة ثانية. والتوعية هذه مو بس للمبادر نفسه لكن المجتمع بشكل عام. الفرق الرئيسي اللي بين الجهات المختلفة اللي قدمت خدمات للمبادرين في السابق والصندوق ان احنا ناخذ المبادر من البداية وناخذ فكرته ونحاول نطورها وياه خطوة خطوة، نعطيه التدريب مو بس التمويل المالي، فبحيث انه عقب 3 سنوات يقدر ينشئ شركته وتكون شركة ناجحة من طريقة يعني اقتصادية صح، مو بس كأن اعطيناه فلوس وفكرة لازم تنجح. نحتاج يكون عندنا دور في توعية المجتمع بشكل عام عن نظر لشيء مثل مشروع جديد الفشل فيه شيء طبيعي جدا، فهذا الجانب وايد مهم بالنسبة لنا، وإحنا واثقين إن شاء الله نوصل رسالة على المدى القصير والبعيد. لن تقف رعاية الصندوق الوطني عند طلاب الجامعات والخريجين الجدد، بل تمتد إلى الموظفين الحكوميين الذين يطمحون لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة. أي موظف حكومي ممكن يأخذ إجازة تفرغ لمدة 3 سنوات ويجي للصندوق في فكرة ومبادرة، والصندوق إذا وافق على فكرته ممكن يدفع حسب القانون راتبه كما أنه لو كان في وظيفته لمدة 3 سنوات. فهذه نوعا ما تشجيع لموظفين الحكومة إلى الاتجاه إلى القطاع الخاص. خلال 24 شهر فقط من صدر القانون في أبريل 2013 إلى صيف 2015 تم إصدار لائحة تنفيذية، تم إصدار الاستراتيجية مالت الصندوق وصارت استراتيجية واضحة، سوينا مسح للسوق حاليا في الكويت، تم اتخاذ القرار بالمراكز الحاضنات للأعمال اللي راح نركز عليها. الإنجازات العظيمة تبدأ بخطوات واثقة لتبني مستقبلا مشرقا، مسيرة لم تتوقف، بدأها الآباء بعزيمتهم واستمرت بإصرارهم، فحققوا طموحاتهم وطوروا أعمالهم، واليوم جاء الدور على الأبناء ليواصلوا هذه المسيرة. ما عليه، ولكن في بداية صعودي للمنصة نسيت شكر قارئ القرآن الشيخ سلطان، فأشكره وأشكر أيضا القائمين على أعداد الفيديو، وأشكر الراعي لهذا المنتدى وهو رعاية سامية من صاحب السمو أمير بلاد الشيخ صباح الأحمد.
مثل حضور هذه المنتديات يعطي تأكيد معين وراح يكون تطبيق فعلي. لما نقول هناك رغبة سامية من صاحب السمو في كثير من الكلمات بأن الشباب هم الثروة الحقيقية مثل هذا الوطن، ونسمع بعض الكلمات من المسؤولين بأنه يجب أن يكون هناك ترجمة للرغبة السامية، كيف نقيم هذه الترجمة؟ كيف نعرف أن الترجمة فعلية؟ عندما نرى بأن هناك مجلس إدارة بأمر مختص لاستقطاب الشباب إلى سوق العمل بطريقة معينة، وترى متراوح الأعمار ومتوسط الأعمار هم من الشباب، فنحن في خط ترجمة الفعلية للرغبة السامية، فأصحاب القرار في مثل هذا الصندوق معظمهم من الشباب والتطعيمات من الخبرة في مجلس الإدارة. الآن يأتي دور الكلمات لافتتاح جدول أعمال هذا المنتدى، وسوف تكون الكلمة الافتتاحية لممثل صاحب السمو أمير البلاد معالي الدكتور يوسف محمد العلي وزير التجارة والصناعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية سامية من سمو أمير البلاد، يسعدني اليوم أن أفتتح أعمال المنتدى الأول لصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي أرجو أن يكون أحد الركائز التي يستفاد من تجاربها لتضيف لبنة جديدة إلى هذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني، والذي آمل أيضاً أن يحقق الأهداف المرجوة منه، لا سيما في الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة من تراجع واضح في أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل في دولة الكويت. الإخوة والأخوات ضيوفنا الكرام، أصبحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام أكبر يوما بعد يوم، لما تمثل هذه المشروعات من أهمية للاقتصاد النامي والمتنامي. ولا شك أن جانباً هاماً من تشجيع هذه المشروعات مبني على فكرة دعم الشباب وتلبية طموحاتهم في المشاركة باقتصاد أوطانهم، وتلبية في الوقت نفسه لرغبة الدولة في تنويع القطاعات الاقتصادية وتجديد شباب اقتصادها. وليس من نافلة القول التأكيد على اهتمام سمو أمير البلاد حفظه الله بدعم الشباب ومشروعاتهم وإعطاء طموحاتهم أولوية في عمل الحكومة. الأخوة والأخوات ضيوفنا الكرام، لا يخفى عليكم أثر تراجع أسعار النفط على الميزانية العامة للدولة، والذي بدأ واضحاً في ميزانية السنة المالية 2014-2015، والذي إذا استمرت هذه الأسعار بالتراجع فإن آثارها ستتجاوز مجرد عجوزات الميزانية العامة إلى أبعد من ذلك، وهذا ما يجعلنا نواجه تحديات اقتصادية عديدة تتطلب منا العمل على إيجاد البدائل التي نتجاوز بها الأزمات الاقتصادية التي قد تواجهنا. إن حكومة دولة الكويت ولا سيما بعد الأزمة المالية العالمية بدأت باتخاذ خطوات لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي من خلال اعتماد أهداف وسياسات ضمنتها في الخطط التنموية متوسطة وقصيرة الأجل، من أبرزها دعم دور القطاع الخاص ليكون فاعلاً في الاقتصاد الوطني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساهم في معالجة هذه الاختلالات ويفتح في الوقت ذاته العديد من فرص العمل الحر أمام الشباب الكويتي. الأخوة والأخوات ضيوفنا الكرام، إن وزارة التجارة والصناعة لا تدخر جهداً في مساندة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة لها من أجل النهوض بها ودعمها بالوسائل المتاحة وفق ما يقتضي القانون، وقد حددت الوزارة رؤيتها في أن تكون منظومة حكومية متميزة أكثر تطوراً لتحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بأن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً جاذباً للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي. لذا فإن الوزارة تسعى في هذا المجال إلى التعاون الوثيق مع الصندوق الوطني والمؤسسات ذات العلاقة من أجل توفير الخدمات وتسهيل إجراءات العمل التجاري وتهيئة بيئة الأعمال التجارية في الكويت، بما يساهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص. الأخوة والأخوات ضيوفنا الكرام،
إن مسؤولية النهوض بالاقتصاد الوطني ومعالجة اختلالاته الهيكلية هي مسؤولية الجميع، فنحن كلنا مشاركون ومتشاركون فيها، ولا يمكن لأي تنمية أن تتحقق من دون تضافر الجهود من الجميع. ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أشيد بالجهود المبذولة من قبل السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني، وأشكر لهم ما بذلوه خلال الفترة الماضية من أجل توفير جميع الخدمات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. وفي الختام أسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير ورخاء واستقرار وطننا في ظل رعاية صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لمعالي وزير التجارة والصناعة. كما ذكرت في المقدمة، الصندوق تم تأسيسه سنة 2013 شهر 4، وتم تأسيس مجلس الإدارة وصدر المرسوم لمجلس الإدارة شهر 7. ما الذي قاموا به وما هي الرؤية المستقبلية وماذا يحملون للمستقبل سوف تكون من خلال الكلمة التي سوف يلقيها الدكتور محمد منذر الزهير رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. صباحكم الله بالخير. Good morning everyone. اسمحوا لي قبل لا ابتدي كلمتي اوضح ان راح تكون مختصره عمدا، متمنيا ان الجميع اللي يبون يحصلون على معلومات اضافيه يستمروا معنا حتى فتره الغداء ان شاء الله. معالي ممثل حضره صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وزير التجاره والصناعه الدكتور يوسف محمد العلي الموقر، اصحاب السعاده السيدات والساده الحضور، أرحب بكم في المنتدى الأول للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي تستمر فعالياته على مدى يومين حافلين بالكثير من أوراق العمل وتبادل للتجارب والخبرات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. السيدات والسادة الكرام، إن نجاح ريادة الأعمال يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات وإجراءات مبسطة، ومما لا يخفى عليكم أن الواقع العملي في دولة الكويت وعلى مدى عقود قد أظهر العديد من المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية لهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يتطلب عملاً جاداً لتذليل هذه المعوقات ومعالجة جميع الأخطاء السابقة. ومن هنا يأتي دور الصندوق الوطني ليكون علامة فارقة في منظومة تطوير ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت. فمن بعض المهام الرئيسية للصندوق، أولاً العمل على تحسين بيئة العمل التجارية لتسهيل عمل المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة. ثانياً تقديم الخدمات المالية والفنية واللوجستية بأنواعها المختلفة مما يساعد على نجاح هذه المشروعات. وثالثاً تنمية ثقافة ريادة الأعمال في دولة الكويت، وهو الأهم لتشجيع المبادرة في مجالات المشروعات الغير تقليدية والمنتجة. ففي خلال فترة قياسية استطاع الصندوق أن يستكمل البنية التحتية التنظيمية لأعماله الضخمة، بدءا بإصدار قانون الصندوق ولوائحه التنفيذية، ووصولا إلى وضع استراتيجية متكاملة وخطة عمل طموحة للخمس سنوات القادمة. بل إنه حدد رؤيته، غير أن هذه الرؤية تحتاج إلى دعم الشركاء من القطاعين العام والخاص ومن منظمات المجتمع المدني ومن المبادرين ذاتهم من أجل تحقيقها. فالبيئة الاقتصادية لتبني مفهوم ريادة الأعمال في دولة الكويت لا تزال في مراحلها الأولى، كما أنها تتطلب عقلية القيادة والمعرفة والقدرة على تحديد المخاطر والدخول بها. السيدات والسادة حضورنا الكريم، إن الإنجاز العظيم يبدأ بخطوات واثقة، وطموحاتنا ما تزال في مراحلها الأولى، ونحن نسعى لإنجاز الكثير خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختلفة والقطاعين الخاص والأهلي والأفراد كل من موقعه. وختاماً أتقدم إليكم جميعاً بالشكر الجزيل على حضوركم الكريم، آملاً أن نستفيد مما سيعرض من تجارب وخبرات في هذا المجال خلال اليومين القادمين، وأخص بالشكر كلاً من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية،
السيدة هند الصبيح الموقرة على دعمها المستمر واللامحدود للصندوق، وعلى الأخص التفضل والتكرم بتوفير 3 مواقع لإقامة وإنشاء مراكز الصندوق المتخصصة، وهو ما يوفر على الصندوق وقت ثمين للبدء في أعماله. كما أشكر معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب على دعمه المستمر ومد يد العون للصندوق في أعماله المختلفة وتوجيه الأجهزة المختلفة التابعة له لمساندتنا في مسيرتنا للبدء بأعمالنا والانتهاء من البرامج المختلفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور محمد الزهير على هذه الكلمة. ومن خلال حديث الدكتور تحدث عن تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات العالمية. الموضوع في الصندوق لا يقتصر على المنتدى، الاستفادة موجودة في أيضا المكاتب الاستشارية وأيضا التعامل مع المجلس الاستشاري. ومن هذه الخبرات هو اللورد جوناثان مارلند ممثل المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق، ليتفضل لإلقاء كلمته. Well, good morning, everyone, and I'm sorry that my Arabic is not up to scratch, that I can't speak to you in Arabic. I read the paper this morning, and I saw that there is now an accord with the French to start up an investment fund in France, so I have been recommending to Dr. Al-Zuhair that he starts learning French immediately. Of course, being a strong Englishman, I spit at the thought of anything French. I'm most disappointed in this international initiative, which I'm sure, knowing the French, will end in nothing. And I'm so pleased to see the British ambassador here fighting the flag, holding the flag, and I very much hope the French ambassador is not here, because he won't have to endure any more insults. But this is a fantastic occasion, and Excellency, what an honour it is to sit by your side and listen to your speech. It was rather like listening to a university lecture. I never went to university because I'm not clever enough. And in fact, I never wanted to go to university because all I wanted to do was set up a small, medium enterprise fund myself. But it was a very excellent tour de force on the future of SMEs here in Kuwait. I come here not only as a honoured member of this great board, I am also chairman of the Kuwait British Business Council, which we started last week here, obviously, in Kuwait. I was formerly the Prime Minister's trade envoy, so I was a regular visitor to Kuwait. I was a minister for business, but more importantly, for the bulk of my life, I have been a businessman. And in my time, I've started well over 20 SMEs, and have been involved at the beating heart of this particular development. And if you believe in that people do better when the state does less, if you believe that enterprise and energy is the foundation of a growing economy, if you believe in self-reliance, if you believe in skills development, and if you believe that employment discipline is started by working for an entrepreneurial organization, you will believe that the development of SMEs and the enterprise culture in a country is absolutely fundamental to its development. And of course, in the United Kingdom, it has been fundamental to its development for years. I think, therefore, this is a remarkable change for Kuwait. It is a remarkable development for Kuwait, but it goes to the very heart of how this country can change. And it won't change quickly, because if you think about it, you need to develop skills. You need to develop education for skills. If you think about it, you need to develop your employment laws and the change of your employment laws to make it easier for companies to set up. You need to change your tax regime so that
people will co-invest with this fund to help create countries, companies develop. You will also need to pump prime, as you are doing so successfully with this fund, to help SMEs to develop their creativity. And the opportunity is manifold. In the UK, we're setting up 5,000 SMEs every year. We have a time limit on how you can set up an SME. It is down to a week. And that is an incredible challenge that the government of Kuwait will have to adopt, is how do we look at our competition, how do we develop our own ecosystem for allowing SMEs to start quickly, to get involved quickly, and therefore get into action quickly. So this is not an overnight thing. This is a thing that will take time. But this is an incredible development, the SME Fund, which I'm proud to be part of, and will, as the Minister said, require the responsibility of everybody, not just the governments, to make it happen. You can take horses to water, but you can't make them drink. It is up to people to drink now that you've taken them to water. It is a great honour to be here, and I wish everybody every success. شكرا للورد جوناثان مارلند وأيضا ضيوف المؤتمر المرحب بهم بالتأكيد هناك لهم كلمة في هذا المنتدى وسوف تلقيها السيدة أنابل غونزاليس كبير مدير قطاع التجارة والقدرة التنافسية في مجموعة البنك الدولي. Good morning to everyone. I am very pleased that Lord went before me so that he introduced English here at the podium. His Excellency, dear participants, I'm very pleased to be here today, and I'm honored to share the stage with such a distinguished group of speakers and to talk to such a notable audience in my first official visit to Kuwait. I would like to start by commending the National Fund for SME Development, chaired by Dr. Mohamed Al-Suhari, for organizing this inaugural SME Forum and for his leadership in putting together the fund. It is an excellent opportunity for government, the private sector, and international organizations to network, share information, and collaborate in developing the private sector in Kuwait. My remarks today will focus on three topics: the importance of SMEs in economic development, the World Bank Group support to the National Fund, and key priorities going forward. And the first point, let me start by saying that there is increasing recognition of the importance of SMEs in supporting overall economic growth. According to a recent survey of nearly 50,000 firms in 104 countries, SMEs provide as much as two-thirds of all employment, with small firms contributing more to employment in low-income countries than high-income countries. Our cross-country research also suggests that small and young SMEs are the net job creators in many countries. At the same time, research shows that growth and productivity among SMEs varies widely from country to country. While over a life cycle of 40 years, an average firm in the United States, for example, grows by 7 times its initial size, it grows only 2 times its initial size in India. Such a difference in growth and productivity translates into missed opportunities in increasing the GDP per capita in countries where SMEs face growth constraints. Both business environment, the regulatory environment that governs the cost of doing business, and firm-specific factors, entrepreneurship, skills, access to credit, and markets tend to affect the life cycle and growth profile of firms in developing countries. In Kuwait, as in many countries, having a healthy, vibrant, barrier-free SME ecosystem is critical to economic development. In fact, the private sector is anticipated to provide employment opportunities for a rapidly growing Kuwaiti labor force and to lead economic activities in various sectors to reduce the country's reliance on oil resources.
I believe this aligns closely with Kuwait's Vision 2035, which envisages a revival of the entrepreneurial spirit of its people. This revival will allow the private sector to take a leading role in the economy, creating ample jobs for nationals, with the government playing only a supporting role. Through Vision 2035, Kuwait is expected to have a business climate that encourages local investment, competition, diversification, and growth. The World Bank's group team analyzed Kuwait Act economic activities with an aim to assessing SMEs' contribution to GDP, value added, employment, and productivity. The analysis reveals that the value added by SMEs in Kuwait trails behind peer economies. In Kuwait, despite 94% of Kuwaiti firms being categorized as SMEs, the share of SMEs in total value added is 3.1%. And this share is concentrated in the real estate and retail subsectors. SMEs employ 23% of the total workforce in Kuwait. However, their contribution to the economy is marginal at 3%. So what are the main challenges faced by SMEs? As a result of in-depth discussions with entrepreneurs and stakeholders from different segments of small businesses, nearly 70 entrepreneurs, the National Fund and the World Bank Group have identified these key challenges. Excessive regulations that hinder business activities from startup through growth to exiting, lack of access to developed land and to commercial and industrial premises, challenges recruiting and training skilled Kuwaitis in the private sector, as remuneration and benefits offered in the public sector are often more generous. A small domestic market dominated by government and large corporations. Lack of access to finance. Limited capacity of programs meant to support SMEs, like incubation services, matching grant schemes, management training, and perception and culture. SMEs said a majority of workers prefer government jobs because of the lower risk and perceived low social status of entrepreneurs. So the World Bank Group has been closely following the government of Kuwait's leadership to address some of these constraints by supporting the diversification of the local economy and promoting the growth of an SME ecosystem. These efforts have led to the establishment of the National Fund for SME Development, which aims to help the country make great strides in its efforts to support youth, combat unemployment, and enable the private sector to drive economic growth. The bank group is privileged to work with the National Fund in supporting its vision. Our current engagement with the fund focuses on supporting its institutional establishment through a two-year technical assistance project, which supports implementation of the National Fund strategy and takes a holistic approach to the development of an SME ecosystem. In particular, we are supporting the National Fund in the following thematic areas: SME business environment, SME business development, entrepreneurship culture development, data collection, monitoring, and evaluation, and organizational setup and IT architecture. Going forward, more work will be needed to advance the specialization and internationalization of SMEs. This will entail improving the efficiency of SMEs in order to link them with local, regional, and international value chains. The National Fund will take on this specialized role while continuing to serve the wider community of SMEs in Kuwait and improving the business environment to facilitate entry, retention, and exit of enterprises. I would encourage entrepreneurs to take full advantage of the opportunities offered by the National Fund to help them achieve their dream ideas. I also encourage the National Fund to provide additional venues for interaction where public and private sector representatives can address common challenges, discuss opportunities for SME growth, and ensure that the voices of entrepreneurs are well heard. When governments and the private sector work together, they can have a major impact on diversifying economies and promoting inclusive growth. In Kuwait, I look forward to working with all of you to put the World Bank's group global knowledge at your service, so that the dividends of trade and investment can be shared by as many inhabitants of GCC as possible. I am excited about our collaboration going forward, particularly in this region, which carries such tremendous potential. Thank you very much.
بعد سلسلة الكلمات وشكرا بالتأكيد للسيدة أنابل جونزاليس. بعد سلسلة الكلمات سوف يأتي دور الحلقات النقاشية، ولكن بعد استراحة لمدة 5 دقائق، وسوف تنطلق الحلقات النقاشية بعد الاستراحة برئاسة الدكتور محمد منذر الزهير رئيس مجلس إدارة الصندوق، ولكن بعد استراحة قصيرة.